استمرار الأزمة الباكستانية الهندية وإسلام أباد تصعد باتجاه قطع مزيد من الاتصالات مع نيو دلهي. في الاقتصاد انخفاض بمعدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري. وفي الرياضة لوكاكو يقرع أبواب إنتر ميلان بعد مواسم إيجابية في مانشستر يونايتد. أهلا بكم من جديد. في سوريا حيث كان تنظيم الدولة الإسلامية قد سيطر في أوقات سابقة من الحرب على عدد من المناطق، وقع عدد من مقاتلي هذا التنظيم في قبضة القوات الكردية في دير الزور، بينهم مواطنون عرب في إسرائيل من أصل العشرات الذين التحقوا بداعش. هذا التقرير يسلط الضوء على أحد هؤلاء. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي خرج بدعاية إعلامية وأفلام مصورة تضاهي أفلام هوليود، استطاع التأثير من خلالها في الشباب المسلم والأوروبي على حد سواء، كما كان الحال مع سياف شريف داود الشاب الثلاثيني من قرية كفربرة العربية في إسرائيل، الذي خرج من قريته أو البيئة الجاهلية على حد وصفه لينتقل إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا، لكنه الآن بات أسيراً لدى قوات سوريا الديمقراطية التي انتزعت سيطرة داعش على مناطق في دير الزور. قطع الطائرة وذهب. جلست في اسطنبول كم يوم، فرأيت واحد مصري سألته فكان صادق معي. أول شيء كان خايف فتبعني، قال اذهب فجهز نفسك وهكذا، وراقبني وشافني أنا تبع فندق وصحيح أني أنا سائح. الباص يعني 18 ساعة في حتى وصلت إلى أورفا، أعطاني رقم اللي اتصل عليه، اتصلت أخذوني، كان يوجد مضافة في تركيا، فأول ما أتيت قالوا هذا إسرائيلي مشوا من هنا بسرعة. ولن يسلم أرضا. سياف شريف لم يكن ملتزما دينيا في السابق، ولكنه أصبح يميل إلى التدين أكثر فأكثر، ووجد في الدولة الإسلامية والخلافة التي دعا إليها البغدادي الملأ. لكن كل شخص يعني عربي مسلم كان يحلم في كمان دولة إسلامية. سياف عامل البناء أصبح طبيبا في الدولة الإسلامية. تعلمت هناك الطب وأصبحت بالطب، صار عندي خبرة طبية، أسست هناك فريق إنقاذ. كان سياف قد أسر بيد الجيش الحر وتعرض خلالها للتعذيب والصعق بالكهربائي وشهد الاغتصاب، وبعد هروبه من سجن الحر وقع في قبضة قوات سوريا الديمقراطية في أبو حردوب. يقول سياف اكتشف الآن حقيقة داعش المختلفة عما روج إليه خليفته البغدادي. يعني الناس تعبت، يعني أذكره في فيديو، انظر ماذا فعلت بنا يا ابن عواد، انظر إلى حالنا، يعني البغدادي قتل من المهاجرين أكثر ما قتلت طيران التحالف. والله أنا أنتظر أن يعني أنا مواطن إسرائيلي وأنا أرجو من الدولة يعني أن تعيدني. وتبقى فصول قصة تنظيم داعش مظلمة، وتخفي العديد من التفاصيل الغامضة حول مجندين ما زالوا مجهولين. طلبت الإدارة البحرية للولايات المتحدة السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها للسلطات البحرية الأمريكية والبريطانية إذا كانت تنوي الإبحار في مياه الخليج. وقالت الإدارة البحرية في مذكرة إرشادية أمس إن الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية، مضيفة أنه يتعين على السفن تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال مكالمة هاتفية مع نظرائه في كل من الكويت وعمان وقطر إن تشكيل قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج سيزيد مما سماه الفلتان الأمني في المنطقة، وإن أي تدخل إسرائيلي ستكون له تداعيات كارثية على المنطقة، مشيرا إلى أن التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لإنشائه بذريعة توفير أمن الملاحة البحرية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر.
قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح عدد آخر خلال اشتباكات شهدتها مدينة عدن اليمنية قرب مقر الحكومة. وأكدت مصادر وقوع تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات الحزام الأمني وقوات الحرس الرئاسي اليمني. وقبيل هذه الاشتباكات كانت مدينة عدن تشهد هدوءا حذرا بعد يوم دام واشتباكات بين قوات من ألوية الحماية الرئاسية من جهة ومسلحي الحزام الأمني. وبدأت المواجهة عقب دعوة هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قواته لاقتحام قصر المعاشيق، متهما الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وأعضاء حكومته بموالاة حزب الإصلاح. وكان وزير دولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش قد قال في وقت سابق إن التطورات حول قصر المعاشيق في عدن مقلقة، واعتبر أن دعوة إلى التهدئة ضرورية، مؤكدا أن التصعيد لا يمكن أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية التي تبنتها جماعة أنصار الله الحوثية. وكان الحوثيون قد تبنوا هجوما بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا لقوات الحزام الأمني في معسكر الجلاء بمنطقة البريغة في عدن. دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في عدن إلى وقف العنف والانخراط فورا بحوار لإنهاء النزاع. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد إن العنف يتصاعد في عدن منذ وقوع الهجمات التي وصفها بالوحشية الأسبوع الماضي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده على الالتزام بوحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف العنف والانخراط بالحوار. عبر سكايب من القاهرة السيد هاني سليمان الباحث في الشأن الدولي، أهلا بك يا سيد هاني. ما يبدو يعني وفق المعطيات الأخيرة والتفاصيل في عدن أن هناك خلافا سعوديا إماراتيا، حيث أن قوات هذه الحزام يعني تابعة أو موالية للإمارات، بينما هم يحاربون ويشتبكون مع القوات الموالية للسعودية والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. يمكن السياسة العربية في اليمن والتحالف العربي والخاص بالسعودية والإمارات تحديدا كان هناك تنسيق كامل في العديد من الملفات الأمنية والتحالف العربي من أجل مواجهة الحوثيين، لكن كان هناك بعض النقاط التي ربما تحمل تقديرات مختلفة من كلا الجانبين السعودية والإمارات، لكن الأمر لا يعدو إلا أن يكون اختلاف وجهات النظر بسيط، لكن في ظل قالب وخط واحد من التناسق والأهداف المشتركة بين الجانبين. لكن يمكن مش معنى اللي يكون فيه بعض الخلافات النوعية وجهات النظر المختلفة اللي يبقى فيه مواجهة أو في مواجهة يعني مباشرة. يعني بالضبط سيد هاني، هل يصل الاختلاف إلى حد هذه المواجهات العنيفة بين الحزام الأمني وقوات الحرس الرئاسي إذا كنا نتحدث عن اختلاف وليس عن خلاف جوهري؟ يمكن الأمور لا تستدعي كل ذلك، لكن نتحدث عن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي تحدث عن أنه يجب أن يكون هناك التهدئة ويجب أن يكون الحوار هو السبيل لهذا الأمر. في ظني أن يمكن ليست مواجهة بشكل كامل، لكن هي ربما تكون اختلاف وجهات النظر أو يكون بعض العناصر غير قادرة على، يعني السعودية والإمارات ليست متحكمة بشكل كبير في كافة العناصر، وأصبحت الأمور خارج السيطرة، نظرا لأن أيضا أصبحت هناك أطراف خارجية تدخل في المعترك اليمني من المصالح المشتركة من تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتنظيم القاعدة والحوثيين ويمكن التفجيرين اللي كانوا في الجنوب. فبالتالي نحن في حالة سيولة، ربما التحالفات الصلبة والمتماسكة أصبحت ليست كما هي في السابق، الآن أصبح هناك حراك وفتنة معينة ربما على الجميع أن يحاول القفز على تلك الأمور، مثلما تحدث مارتن جريفيس والجهود الدولية التي تحدث عن ألا تنجرف الأمور إلى مستويات أبعد من ذلك حتى لا تفقد السيطرة ويكون هناك مواجهات متشرذمة داخل الصفوف الموجودة فيها. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد هاني سليمان الباحث في الشأن الدولي وقد حدثني من القاهرة. سلم العراق رفاة 48 كويتيا فقدوا خلال حرب الخليج عام 91، وهذه هي أول عمليات تسليم الرفاة بعد إطاحة نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وقالت السلطات العراقية إنها عثرت على الرفاة في مارس آذار
الماضي بمقبرة جماعية. كما تقول الكويت إن نحو 600 شخص معظمهم كويتيون فقدوا خلال الحرب. تم تسليم الجانب الكويتي 48 رفات من المفقودين الكويتيين الذين تم العثور عليهم في شهر آذار 2019 في بادية السماوة ضمن محافظة المثنى. وهذا العمل جاء نتيجة تضافر الجهود ما بين الوزارات الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وحكومة إقليم كردستان. ونضمن إن شاء الله العمل متواصل إلى ما تبقى من للعثور إلى ما تبقى من رفات الكويتيين موجودين داخل الأراضي العراقية. توافد مئات الآلاف من الحجاج بملابس الإحرام البيضاء على مكة لأداء مناسك الحج التي تبدأ غدا. وطلب مسؤولون سعوديون ورجال دين من الحجاج التركيز على الشعائر الدينية، وحذروا من تسييس الحج في وقت تشهد فيه المنطقة حروبا وتشتد فيه التوترات بين السعودية وإيران. واستعدت السلطات السعودية لتنظيم الحج بشكل كبير، إذ شهد في سنوات سابقة حوادث تدافع وحرائق. وقالت السلطات إن أكثر من 1,800,000 حاج وصلوا حتى الآن إلى المملكة استعدادا لأداء الفريضة. أطلقت السلطات السودانية إجراءات قضائية للتحقيق في اختفاء 11 شخصا خلال فض اعتصام مقر القيادة العامة في الخرطوم. وقال محامون ونشطاء إن عدد الأشخاص الذين اختفوا في الاعتصام وجرى توثيق حالتهم وفتحت لأجلهم إجراءات قضائية بلغ 11. بينما قالت لجنة طبية قريبة من الحركة الاحتجاجية إن 127 شخصا على الأقل قتلوا في أحداث فض الاعتصام. قال زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله إخوانزاد إن الولايات المتحدة تلقي شكوكا حول الاتفاق المتوقع بين الجانبين. وجاءت رسالة إخوانزاد بعد يوم من تفجير انتحاري لطالبان أدى لمقتل 14 شخصا وإصابة 145 في كابول في هجوم قالت الحكومة إنه أثار شكوكا في التزام الحركة بالسلام على الرغم من محادثاتها مع الولايات المتحدة. كما دعا إخوانزاد إلى الثقة، مشيرا إلى أن طالبان اتخذت خطوات مذهلة تجاه هدف إنهاء الاحتلال وإقامة نظام إسلامي. قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه لا يستبعد أن يؤدي اتفاق السلام المحتمل في أفغانستان إلى تخفيض وجود القوات الدولية هناك. وأضاف خلال زيارة إلى أستراليا أنه يجب البقاء في حالة من التأهب ومراقبة مجريات المفاوضات بين واشنطن وطالبان، مؤكدا أن إبرام الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. أعلنت باكستان نيتها تعليق خدمة القطارات التي تربطها بالهند مع استمرار تدهور العلاقات بين البلدين على أثر قرارات الهند الأخيرة بشأن إقليم كشمير. ويأتي ذلك وسط دعوات دولية لتهدئة التوتر الحاصل بين إسلام أباد ونيودلهي. القرار الباكستاني بطرد السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية وعمل السكك الحديدية الرئيسة مع الهند وإعادة النظر في أي ترتيبات أخرى بين البلدين النوويين يزيد من مخاوف اندلاع حرب رابعة بينهما. وهذا على أثر قرار الحكومة الهندية تقسيم جامبو وكشمير إلى منطقتين وإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير. وتشهد كشمير الهندية استمرارا لحظر التجوال والتجمع وانقطاعا كامل الاتصالات منذ مساء الأحد وسط حملات اعتقالات واسعة شملت رجال أعمال وأساتذة جامعيين وناشطين سياسيين وانتشار كثيف لقوات عسكرية في الشوارع. لقد قررنا الذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى، والانطباع الذي تعطيه الهند هو أن هذه هي أمورهم الداخلية. هذا تصور خاطئ تاريخيا ومعنويا وقانونيا، وباكستان ترفضه. هذا وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن دعم الولايات المتحدة للحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت المتحدثة باسم الخارجية البلدين إلى الهدوء وضبط النفس في ظل تصاعد النزاع.
أوقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحوار مع المعارضة للخروج من الأزمة التي تواجهها فنزويلا، وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد كاراكاس. وقرر مادورو عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب ما وصفه بالعدوان من جانب إدارة الرئيس ترامب ضد فنزويلا. الحقب التاريخية توحي بعدم نجاعة الحرب الاقتصادية ضدهم، فيما يبدو أن سياسة التحدي موروثة من عهد الحرب الباردة، فما أن فرضت واشنطن العقوبات الاقتصادية على الحكومة الفنزويلية حتى ردت الأخيرة بتعليق المفاوضات مع المعارضة. كما كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امتلاكه وثائق تثبت أن إحدى صقور الإدارة الأمريكية حاول اغتياله. سننتصر أيضا في هذه المعركة، وسوف تمضي فنزويلا قدما للتغلب على العدوان والحصار. الولايات المتحدة لم ولن يستطيع أبدا كسر فنزويلا. هذا هو مسقط رأس المحررين، السيد دونالد ترامب، السيد جون بولتون، لا يمكنهم ولن يتمكنوا من مواجهة وطننا. أما المعارضة فقد رحبت بالعقوبات الأمريكية واعتبرت أنها تحث على الذهاب نحو حكومة انتقالية، ما يتناغم مع تصريحات جون بولتون المستشار الأمني الأمريكي الذي أعلن أن الوسائل جميعها متاحة لدحر الدكتاتور مادورو بحد تعبيره، محذرا موسكو وبكين من المراهنة على الحكومة الفنزويلية. إنها مسؤولية نيكولاس مادورو المطلقة، الجوع واليأس والافتقار ونقص المياه في هذا الوقت في فنزويلا. إذا كنت مهتما جدا بهم غادر يا مادورو ميرافوليس مقر الرئاسة، وبهذه الطريقة سيتم رفع العقوبات غدا. هذا ولم تفوت موسكو وبكين الفرصة للرد المباشر على خطوة واشنطن وتصريحات بولتون برفض التدخلات الأمريكية في الساحة الفنزويلية، مؤكدين استمرار التعامل مع الإدارة في كاراكاس. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يأمل في استئناف المحادثات قريبا بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، على الرغم من تجارب بيونغ يانغ الصاروخية المتكررة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتفق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في اجتماع في 30 من يونيو حزيران على استئناف المحادثات بين المسؤولين والمتوقفة منذ قمة هانوي. رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى هونغ كونغ، وأحثت المسافرين على توخي المزيد من الحذر في المنطقة بسبب ما وصفتها باضطرابات أهلية بعد شهور من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان. وقال التحذير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية إن الاحتجاجات والمواجهات امتدت إلى أحياء غير تلك التي سمحت الشرطة فيها بالمسيرات أو التجمعات. حذر مسؤول صيني رفيع المستوى من أن بكين لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا فشلت السلطات المحلية في هونغ كونغ بالتعامل مع الاحتجاجات الشعبية العنيفة. وأعلن مدير مكتب شؤون هونغ كونغ أنه في حال استمر الوضع في تفاقم فإن الحكومة المركزية لن تكتفي بمتابعة ما يجري وستتخذ خطوات فعلية. وأشار المسؤول الصيني إلى أن حكومة بكين لديها القوة الكافية والأساليب للتعامل مع الاضطرابات. تكتيك كهذا يعزز الادعاءات بأن شرطة هونغ كونغ تدرك أن أفعالها لا يمكن أن ترى النور. نشدد هنا على أن استمرار هذه المحاولات الجبانة لنشر الخوف وقمع حرية الصحافة سوف تأتي بنتائج عكسية في النهاية على الحكومة نفسها. الآن إلى الاقتصاد، حيث كشف بحث أعدته ثلاث شركات للبيانات أن الصين استوردت النفط الخام من إيران في يوليو تموز للشهر الثاني على التوالي بعد إنهاء الولايات المتحدة استثناءات كانت منحتها لبعض الدول من العقوبات المفروضة على طهران. ووفقا لأحد التقديرات، دخل بعض النفط إلى الصهاريج التي تحتوي على احتياط النفط الاستراتيجي في الصين. وقالت الشركات التي ترصد حركات الناقلات إن ما بين 4 ملايين برميل و11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني جرى تفريغها في الصين في الشهر الماضي. قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري إن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 8.1% في الربع الأول.
إلى هذا الخبر الرياضي، يتوقع أن ينتقل اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد، حيث ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه سيوقع عقد الانتقال فور الانتهاء من الفحص الطبي. واستمتع المهاجم البلجيكي ببداية رائعة مع يونايتد قبل أن ينهي موسمه الثاني وهو يبحث عن مكان في التشكيلة الأساسية. ووصل اللاعب إلى مطار مالبينسا في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تقارير عن اتفاق الناديين على صفقة بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع لوكاكو البالغ من العمر 26 عاما. والآن إلى دير مار أنطونيوس في لبنان، الذي عاد ليصبح ملتقا للكثير من المسيحيين الذين تقطعت بهم السبل خلال سنوات الحرب الأهلية. كانت آخر مرة تطأ فيها قدم سامويل بطرس أرض دير مار أنطونيوس قزحية في أواخر سبعينات القرن الماضي، وكان حينها في 24 من عمره. رحل بطرس مثلما رحل كثيرون غيره من أبناء جيله، ليعود بعد أكثر من 40 عاما إلى الدير الذي أصبح ملتقا للمسيحيين الذين فروا من الحرب. قدرنا نجمع من تقريبا 7 دول، من دولتنا لبنان الوطن الأم، عندنا مثل مصر، الأردن، سوريا، فلسطين، العراق. كله سوريان؟ كله سوريان. عايشين بهالمناطق ولا من الدول هذوك؟ لا، من الدول تبعهم جبناهم لهون حتى نجتمع ونلتقي مع بعض. يقع الدير في واد نائن في جبال شمال لبنان، ويعود تاريخه إلى القرن 4 الميلادي، وفي أيام الأحد والعطلات العامة تكون الكنيسة الصغيرة الملحقة بالدير مزدحمة بالناس، منهم من يجلس في مقاعدها أو يقف في نهاية قاعاتها ذات السقف المقوس. صار مزار هذا المحل ولا هي مزار؟ لا، هو طول عمره مزار، مش جديد. قبل حتى قبل ما يصير في تطور معماري ويصير في سيارات ويصير مزار، طول عمره إسحاية وما بنعرف أمتين بلش المزار. ربما تكون الحرب الأهلية اللبنانية قد انتهت، لكن الصراعات في الدول المجاورة عصفت بطوائف بأسرها وتسببت بنزوح طوائف الأقليات على وجه الخصوص. الآن إلى إطلاع سريع على آخر التطورات بالضفة الغربية بعد عملية قتل فيها جندي إسرائيلي صباح هذا اليوم. الزميل محمد الصياد لا يزال معنا في منطقة جوش عتسيون بالضفة الغربية. أهلا بك محمد. إذن تذكير وتلخيص لما جرى اليوم. نعم شيرين، الحال على ما هو عليه حتى الآن، القوات الإسرائيلية تواصل العمليات التي تصفها بالتمشيط والبحث عن منفذ العملية التي تقول إنه نفذ هذه العملية. ألقيت الجثة في هذا المكان حيث نحن نقف الآن. بعد قليل سيكون هناك أيضا مظاهرة لإسرائيليين سيتظاهرون في المستوطنات القريبة من هنا وسيأتون إلى هذا الموقع. هذا الموقع الشاهد أيضا اليوم حضور للجنرالات وأيضا حضور لوزير الأمن وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وأيضا لقادة من الجيش الذين حضروا إلى هنا وتعهدوا بمواصلة البحث وراء منفذ العملية. كما قلنا هذه العملية أثارت ربما، خصوصا أنها وقعت قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 17 سبتمبر المقبل، ربما أثارت تصريحات ردود أفعال متباينة على الساحة السياسية الإسرائيلية. كان هناك دعوات من كثيرين، من قبل كثيرين من الوزراء اليمينيين خصوصا، بضم الضفة الغربية وبضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية خصوصا، وأن هذه المستوطنة تقع في جنوب الضفة الغربية. فبالتالي كان هناك الكثير من هذه الدعوات التي أثيرت مجددا من قبل وزراء أيضا. فبالتالي ماذا عن الموقف الفلسطيني؟ نعم، هناك نقطة أخرى. تفضل، الموقف الفلسطيني أيضا. نعم، الموقف الفلسطيني أيضا أشادت الكثير من الفصائل الفلسطينية بهذه العملية دون أن تتبناها. أيضا باركت الكثير من الفصائل، منها حماس والجهاد والجبهة الشعبية والكثير من الفصائل التي باركت هذه العملية دون أن تتبناها. لذلك قد تكون هذه العملية عملية فردية. شهدنا في السنة الأخيرة الكثير من العمليات في الضفة الغربية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، عمليات فردية لكن كانت تتبناها أو تباركها حركات
أو فصائل فلسطينية. هنا أثيرت أيضا موضوع التنسيق الأمني بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. البعض يقول بأن تدني مستوى التنسيق الأمني بين الجانبين أدى أو ليس أدى، إنما يفسر عمليا ازدياد العمليات وأيضا صعوبة الوصول إلى منفذي العمليات بسرعة. كانت القوات الإسرائيلية على مدار السنوات السابقة تصل إلى منفذي العمليات بسرعة، اليوم ربما يأخذها وقت طويل، ربما أسابيع، ربما أشهر، لذلك هذا يفسره البعض بأنه عمليا تدني مستوى التنسيق. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد الصياد، وطبعا ستكون لك وقفة أخرى مع الزميل مهند نبيل بعد لحظات في ملفات هذا المساء. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا المركزية، بعد قليل تابعوا هذا المساء مع الزميل مهند نبيل، إلى اللقاء.